صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الرجال والنساء بحضورها حتى لو كان عند النساء عذر يمنع من الصلاة. يبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة ويمتد إلى ما قبل صلاة الظهر بـ20 دقيقة تقريبا. يفضل بعض العلماء أن تقام صلاة العيد في الخلاء خارج المسجد، ويرى الشافعية أن صلاة العيد داخل المسجد أفضل. صلاة العيد ركعتان كهيئة غيرها من الصلوات، ويكبر في الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة، وفي الثانية 5 بعد تكبيرة القيام وقبل القراءة. من سنن صلاة العيد أن تصلى جماعة، ويجوز رفع اليدين مع كل تكبيرة مع الخلاف في ذلك، وللمأموم أن يجهر بالتكبير إن شاء، أن ينتظر الإمام بين كل تكبيرتين بقدر ما يذكر الله تعالى بنحو قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة بسورة الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، أو بسورة قاف في الأولى والقمر في الثانية، أن يخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة يكثر فيهما من التكبير ويفصل بينهما بجلسة قصيرة. يستحب للناس استماع الخطبة. إن حضر المصلي وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لا يقضيها، وإن أدرك الإمام في التشهد جلس معه، فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين يأتي فيهما بالتكبير. من فاتته صلاة العيد فأحب قضاءها صلاها ركعتين على صفة صلاة العيد بتكبيراتها. ما يسن فعله قبل صلاة العيد: يستحب الغسل للصلاة، والطيب للرجال، وارتداء الجميل من الثياب، وأكل تمرات قبل الخروج للصلاة في الفطر خلافاً للأضحى.